متابعي قناة أنفاس باريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي نستضيفو فيه الفنان المغربي بتي ميشيل بعد الأغنية الأولى ديالو أنا المغربي عاد من جديد ويدير واحد الأغنية الجديدة أو في بصدد إعداد أغنية جديدة وهي تحت عنوان مبروك عيد مبروك عيد عرشك يا سيدنا سي بتي ميشيل مرحبا بك في قناة أنفاس ليك السلام عليكم جو vous remercie بوكو دو m'avoir invité انفيتي شي أنفا بريس جيت اليوم نقدم لكم من بعد الأغنية أنا المغربي بون ما قدرناش نديرو البرنامج هنا عندكم كانت ديك ليامات الكونفينمون ودابا عرضتي عليا اليوم وشكرا ميرسي بوكو اللي رحبتي بيا مرحبا سي بتي اشنو هي القصه تاع الاغنيه الجديده مبروك عيد عرشك يا الو هذه الاغنيه كتبتها على سيدنا الملك الله ينصرو الله ينصر الاسره العلويه والله يطول عمره بغيت نفرح سيدنا الملك باش نفرحه في عيد العرش ديال سيدنا وخرجت زوينه تبارك الله و... وما شاء الله ان شاء الله تعجبكم انتما شكون كتب الكلمة تاع الاغنيه الجديده وتلقى التلحين ديالها كما انا المغربي انا اللي كتبت الاغنيه انا كنلحن وكنكتب هذه الاغنيه كتبت الكلمات وحتدت وحتى التلحين ديالها ديال الموسيقى انا اللي اللي ديرته و... و وعطيتها لصديقي الاستاذ نوفل الفاروقي

سي هذه الاغنيه تسجلت في مدينه او الفيديو الكليب ديالها تسجل في مدينه طنجه علاش اختاريتي طنجه بدون المدن الاخرى؟ الو دابا وقت التسجيل سجلتها في فرنسا والخدمه الموسيقى تخدمت هنا في المغرب والكليب درتو في طنجه وفي تطوان و اي باسكو بون طنجه عروسه المغرب و سي ان بيل اندروا و و هناك و... دوست التطوان بغيت ن... كنت بغيت ندير ان بو كليب و تبارك الله خرج زوين بون بقى من طنجة عجبتني ط... مدينة طنجة كو سبيع قناة ألف براس نشوف واحد المقطع من الأغنية تاع مبروك عيد عرشك يا سيدنا مبروك اليوم عيد عرشك يا سيدنا لحباب جاوي من كل مدينة بصحة والهنا يا ربي تدوم علينا الله الوطن والمالك وحيا ملكنا بعد ما شفنا المقطع من هذه الاغنيه هذه انت فنان يهودي مغربي مقيم فرنسا ولكن دزتي في المغرب اش مدينه دزتي

وفوالا سي مي سي مي سي مي روبير اشمن اشمن عام غادرتي فيه المغرب؟ اسمح لي اشمن سنه اشمن عام؟ امتى غادرتي المغرب؟ أه المغرب انا مشيت أه كنت عندي 21 عام مشيت لفرنسا وكان عندي شي عرس هناك ومن بعد با كتعرف لو ديستان تلاقيت مع مرتي هناك وحصلت هناك لا ماشي حصلت بون تزوجت وعندي دريه Ou voilà donc j'étais obligé de rester là-bas sur place voilà qu'il 20 qu'un fois 25 fois par an le Maroc c'est c'est rien que les allers-retours tout le temps je suis fidèle au Maroc. في <applause> الطفوله ديالي بون بديت نغني صغير بيان سور بديت مع الاستاذ الفنان الكبير البير سويسا هو اللي كتب سيد العطار يا العطار هاي هاي ديال نجاة عذابه وملحن كبير وكبرت معاه في الموسيقى وهو اللي علم لي هذه السمعه هذه و كنت كنت نمشي معاه الحفلات العراسات و تبارك الله خدمت معاه بيان سور سا مو رابيل اونكور كنت صغير عيد العرش ديال الله يرحمه الحسن الثاني كنا كنديروه <applause> جديدة عند ان كوزان موا كيدير كل كل عام كان تيدير عيد العرش هناك و فيل كلها كانوا معروضين هناك سيتي كنت تفكر لي هاد لي بون مومون هادو سيتي سيتي بوندون اون سيمين دو فيت <applause> رويال واش عندك شي علاقات مع الفنانين المغاربه؟ Euh, ben bah, bien sûr nak euh, martma bien sûr euh, bien sûr clairement pas mal de chanteurs Sadim El Hilali bien sûr euh, سليم هلالي تشوفنا بزاف ديال الخطرات وخدم معايا في دون دون دو او ثلاث سواري في فرنسا هناك في لاكوت دازور وتشوفنا مع سامي المغربي بيان سور كانوا بزاف ديال المغنيين هناك كانوا بزاف ديال المغنيين كنا كنشوفو ولكن اكثريه كنت نخدم مع البير سويسا بعد الجائحه وتحيد عنا ان شاء الله الجائحه هذه واش ناوي دير شي سهره في المغرب؟ ان شاء الله ناوي نجي نسكن هنا في المغرب و...

ان شاء الله جو ان ترين دو كومبوزي ان شاء الله بيان في الخير مع الجمهور ديال المغرب ونجيو نفرحوهم اي اي واحد المقطع من عندك دابا الان هذيك انا مغربي شالوم يا حبابي انا يفرحوا عيد في بلادي انا المغريبي يوم جا نهار السلم وكتبوا ربي أنا أنا, انا 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 المغريبي شكرا أم مشيل شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس برايس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله شكرا شكرا بزاف صاحبي عمر الله يعمر هذا شلح من الارغن ا أه… 100 كيلومتر دو تاغودون هو اللي عاونني بزاف باش درت هذه الاغنيه هذه انا المغربي واغنيه ديال سيدنا الملك على عيد العرش هو اللي عاونني بزاف وشكرا بزاف لعمر وعمرني ما ننسى الخير ديالو اي سون لوي سو بروجي نو فوا با لو جور شكرا بس ميشيل متتبعي قناه انفاس براس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله